نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير أسعد الله صباحكم كل خير في آخر يوم للفريق الأول في قرقيزيا. أيام جميلة قضيناها مع بعض، فيها أحداث كثيرة وتفاصيل مميزة، أنجزوا فيها الشباب الكثير من المهام، وجزء من هذه المهام سيقوم الفريق الثاني باستكمالها بإذن الله. صدقوني يا الربع، والله ما حد يصدق 14 يوم مرت لمح البصر. فعلا يا الربع، أنا لما أتذكر يعني بالأمس إيش قد مشاريع خلصناه وأنجزناه يا أخي، سبحان الله. نسأل الله يعني التوفيق بإذن الله في المشاريع. إحنا نقول يا ربع، نقول الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله القبول على هذا الجهد اللي سويناه. بس تعال، ترى عندنا مهمة اليوم، أعتقد إن اليوم إن شاء الله الربع بيوصلون في الليل، بس خلنا نتأكد من التذكرة. يا رجل بدون ما أتأكد ولا شيء، إشكارة نفس وقتنا، إحنا جينا آخر الليل هم بيجوا. أنا متأكد. إذا كذي لازم نتجهز، إحنا بنستقبلهم في المطار. إنزين مدام بيون الجماعة اللي بيوصلون عيل، نخلي زيارة المفتي بعد ما يكتمل الفريق، يجون الفريق كامل ونروح حق زيارة المفتي، إيش رأيكم؟ إحنا لازم نرتب جدول بكرة، ترى عندنا أكثر من مهمات، عندنا المشروع الطبي، عندنا زيارة المفتي، وعندنا بعد أعتقد الروضة. أعتقد الروضة صح. وعندك اليوم الطبي، ولا تنسى الشراكة اللي راح تكون ما بيننا وما بين التعاون العالمي للغذاء. منظمه الاغذيه العالميه. نعم هذا، عفوا، منظمه الغذاء العالمي اسمها. يا عبد الرحمن كلها تخربط. اسمح لي يا ابو صالح، يا اسم شوي يعني جديد علي. قولها، منظمه الغذاء العالمي. منظمه الغذاء العالمي، توكل على الله. احنا خلينا نشوف بعد مع المكتب، نرتب مع مكتب قطر الخيريه، واعتقد انه بعد بيكون فيه زياره للسفير صح؟ السفير كان يعني في سفر وهو وصل قبل يومين. تمام، وسوف أتصل بدكتور أسامة فهو سوف يرتب مع سعادة السفير اللقاء معنا إن شاء الله. بغانم بصالح مرات، لازم اليوم نروح وننهي ونفنش مشروع المطحنة، قص الشريط على نهايته. ها. أنا تعذبت مع الضارة يا الربع، كمل أسمعك. أنا توكل على الله مرات. أيوة وياك الحين، توكل على يلا. في الوقت الحالي لدي مطحنة أستخدمها في طحن الحبوب لزبائني، ولكنها قديمة جدا وهي في بيتي وليست في محل مستقل. زبائني يعرفون مكاني ويأتون إلي. حبيبنا، مكينة المكرونة لو جبناها لك، قل لنا كيف بتشغلها، كيف تشتغل فيها. سأقوم بصناعة المكرونة من طحين القمح وأبيعها في السوق بعد تعبئتها، وإن شاء الله سيتطور المشروع وأقوم بعمل علامة تجارية للمكرونة. يا أخي الجماعة ذيلة صراحة عندهم خط، عارفين وين رايحين وين جايين. ما قال لك أبي مصنع، ولا قال لك أبي 50 مكينة، ولا قال لك، عارف شغله وعارف مشروعه وعارف شو مخطط له. إنزين يا الربع، الحين احنا بنروح الله يسلمكم نشتري مكينة المكرونة، وبناخذ مكينة المطحنة، وبنروح الله يسلمك هاي الأغراض كلها يبي لها وقت، هل بنلحق على موعد السفير؟ شوف غانم، أنا أقول خلينا نروح نخلص الأغراض وعقب نروح السفارة، على ما نخلص مع السفارة يكون خلص الكونتينر ودوه المكان. وأنا أشوف فكرة بغانم الصراحة ممتازة، إن إحنا نروح نستغل الوقت بهالطريقة. ركز يا ذيب، أبو غانم بصالح، أنا مو من الصبح تقولنا مفاهي تقول. أعذرني، قايم من النوم مش فاطر ولا متقاوي. مشها. أين دكتور عايش؟ أين دكتور عايش؟ قاعد يفطر. يبي له ساعة، خل نروح الباص وننتظره في الباص. يا
أختي الكريمة، احنا نبحث عن مكاين للمكرونة، بس اللي نشوفه ان كلها مكاين كبار للمصانع وغيره. احنا نبغي مكينة صغيرة بمقاسات معينة لمشروع عندنا. هل توجد لديكم مثل هذه المكاين أو تصنعونها؟ نعم، لدينا آلات إنتاجية، وهناك بعض العينات خلفكم. طيب شنو صناعات، يعني صناعات محلية ولا عندكم مثلا أعطيكم مقاسات معينة تجيبونها من برا، ولا تقدرون تصنعون لي أنتم صناعات محلية؟ صناعتها روسية، ولدينا عدد من التصاميم ونعطي عليها ضمان لمدة سنة كاملة. طيب بالنسبة إذا اتفقنا وخذنا الماكينة، أنت تجيبون الفريق يركبها ويوصلها هناك عندنا ولا كيف؟ لدينا فرق تركيب وصيانة ويقومون بهذه المهام. هذه شنو هذه؟ مثل هذه الآلات من الصعوبة أن تجدها عن طريق الشراء المباشر، لكن ستحاول هذه البائعة أن توفرها لهم في وقت قياسي. يلا حيهم، ايش حالكم؟ عساكم طيبين وعلومكم. ترى تونا طالعين خالصين ماخذين المكاين مالت معكرونه وسباجيتي، يعني بس توصلون باكلكم اكلات، بخليكم اسبوع كله معكرونه. مشروع حلو بتشوفونه بنفسكم ان شاء الله. تهقى وينهم ابو عبد الله الحين؟ الحين الشباب طاروا من الدوحه رايحين اسطنبول، يعني الدوحه اسطنبول، اسطنبول بشكيك، يعني ان شاء الله على بكره يوصلون باذن الله الفجر، يوم ونص سفر. الله كريم ان شاء الله. المهم ننتظركم ان شاء الله، وجهزوا نفسكم وجهزوا الاشوك. امان الله. كذا يكونون الشباب رتبوا امورهم بشكل كامل، والمطحنه والادوات راح تسبقهم الى مكان باشن، وموعد سفير دوله قطر في بشكيك صار جاهز. احييكم في سفاره دوله قطر، واهنكم على الاعمال اللي انتم انجزتوها واللي راح تنجزونها، وانتم فخر لبلدنا، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، واي شيء تحتاجونه من مساعدات من السفاره القطريه هي تحت امركم. جزاك الله خير، وبيض الله وجهك سعاده السفير، ومشكور على هذا الترحيب وعلى هذه الاستضافه، وهذه مو بغريبه عليك حقيقه، انا لمست في رحلات كثيره، وجزاك الله خير، بيض الله وجهك على الدعم اللي قدمته طوال الفتره اللي احنا فيها. وحقيقة أنا ودي أعتذر أن احنا اتصلنا قبلها بساعة بس من قدومنا هني، لكن تعرف احنا يعني مزحومين وجدولنا مزحوم، ونعتذر لك كذلك، وندري أن جدولك مزحوم، وهذه مو بغريبة عليك يا أبو حسن، بيض الله وجهك. جزاك الله خير. احنا الله يسلمك سعادة السفير، بنينا روضة، حفرنا آبار، رممنا بيوت، سوينا مشاريع تنموية مدرة للدخل واجد في قرقيزيا، والحمد لله في هاليومين. وسعادة السفير، يعني بحسن البرنامج سفارة الخير هو يعني ما يعتبر بس مجرد برنامج تلفزيوني، لا، البرنامج من خلال المشاريع والبرامج والخدمات اللي قاعد يقدمها، هو قاعد يقدم خدمة يعني عظيمة لكثير من المستفيدين، من خلال مشاريع سواء كان التمكين الاقتصادي، أو من خلال الدعم التعليمي، أو من خلال الدعم في مجال الصحة، أو من خلال آبار، فيعني مجموعة متنوعة من المشاريع لهذا البلد اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون هي بصمة تميز، مثل ما عودون دائما أهل قطر إن الخيرهم وصل مشارق الأرض ومغاربها. علومكم كلها توصلني، وأنا فخور فيكم وفخور بأهل قطر المتبرعين اللي ما يعني قصروا مع هذه الدولة، والله يوفقكم. طمنوني أنت، شلون شفتوا الجمهورية الغرغيزية؟ والله سعادة السفير، يعني من أجمل الشعوب اللي شفناهم، عندهم حفاوة، خلنا نقول عندهم الكرم وحفاوة الاستقبال الأمانة، سواء كان يعني غني أم فقير. والجميل أكثر أن احنا زرناها في الشتاء، والله ودنا بعد احنا نجيها في الربيع، على ما سمعت أن في الربيع هالدولة ما شاء الله خضرة على قولتهم، من القرية للمدينة لين الجبال العالية. لا، الربيع عندهم غير، غرغيزيا يعني تحول إلى يعني واحة خضراء وانهار جارية وشلالات، والأحسن أنك أنت في أمن وأمان في هذه البلد. بعد هذا اللقاء الجميل واللي التزموا فيه الشباب بالوقت المحدد، عند الشباب طاقة جميلة في نهاية رحلتهم. متابعة السفير المشاريع شيء جميل. الحين الشباب راح يروحون عند باشن، اللي المفروض يكون الكونتينر وصل وركب وصار جاهز. بعد لقاء السفير وصل الشباب عند باشن،
اقتراحهم انهم يودون الكونتينر والاغراض تسبقهم كان اقتراح جميل وممتاز، استغلوا فيه الوقت افضل استغلال. بصراحه فكره هذا المشروع شدتني كثير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم كيف الحال؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام ما شاء الله يا بش، الكونتينر خلاص جاهز الحمد لله ما شاء الله. وين مطحنتك القديمة؟ إنها هناك داخل تلك الحظيرة. إذا خلونا نروح نشوفها. يلا يلا. هذه الماكينة يعني ما أدري تنتج كم في اليوم؟ أحس إنها صغيرة، أحس إنها ما أدري يعني هل في إنتاجية في اليوم تقدر تنتج كيلو كيلوين عشرة؟ هذه المطحنة مصنوعة باليد وهي تطحن في الساعة 500 كيلوغرام من الحبوب. ما شاء الله أبو غانم، إذا هذه قديمة وتنتج يعني بهالكمية الجديدة كم راح تنتج إن شاء الله؟ الآلة الجديدة خاصة بصناعة المكرونة وقدرتها الإنتاجية في اليوم 2 طن، فهي حديثة وجديدة. ما شاء الله تبارك الله يا باشنا، الآن عندك ماكينة طحن وماكينة مكرونة، فكم المبلغ الذي تحصل عليه من عمل الاثنتين معا؟ مربحي من إنتاج كيلو واحد من المكرونة ما بين 5 إلى 8 سم، فإذا أنتجت 500 كيلو في اليوم يكون ربحي تقريبا 40 دولارا. أما بالنسبة لآلة الطحن فربحي من طحن 500 كيلو من الحبوب هو 7 دولارات فقط. طيب باشن، إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ما تشتغل وتزيد هذه الكمية إن شاء الله وتزيد أرباحك، كم تتوقع كم شخص راح تحتاج عشان يساعدك؟ حاليا أنا وأسرتي نعمل هنا ونحن 3 أشخاص فقط، ولكن مع الآلة الجديدة سنحتاج إلى عاملين أكثر، فأنا أفكر بتوسيع هذا المكان ليصبح مطحنة عامة. يعني العمل ده بينفع أسر ما شاء الله، بيستفيدون منه وبيصير فيه تعاون وتكاتف وربح أكبر بإذن الله. الشباب مروا على الكونتينر، لكن تركيب آلة الطحن يحتاج إلى وقت كبير علشان إنجازه. تأكدوا من شكل خط الإنتاج بعد والآلية اللي راح يشتغل عليها، وبدأوا بتنزيل المواد الأولية. ما شاء الله يا باشن، الله يبارك لك إن شاء الله في هذا الكونتينر، إن شاء الله يعطيك خيره ويكفيك شره ويزيدك رب العالمين من فضله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله أنه يكون يعني تصديرك مش لقرقيزة ولا يعني شعوب آسيا، إنما للعالم، وإحنا نكون من الناس اللي راح نشتري منك بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. يلا نستودعك الله على خير ونلقاك إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وياك بتوفيق إن شاء الله. انتهى الشباب من مشروع باشن وانطلقوا بسرعة إلى مشروعهم الجديد القديم. إيش يعني الجديد القديم؟ تراه مشروعهم الأخير قبل وصول الفريق الثاني من الدوحة. السلام عليكم. هلا هلا. شلونك؟ كيف حالك؟ الحمد لله كل شيء على ما يرام. العمل الذي بدأناه معكم تم بأعلى المواصفات. ما شاء الله تبارك الله. احنا اليوم جايين على اساس ان احنا نشوف هذا المبنى ونشوف المكان اللي شفناه انه خلاص يكون انتهى ويتسلم ان شاء الله اليوم. جميعنا ننتظركم، تفضلوا معنا. ما شاء الله يعطيكم العافيه، وخبر سرنا جميعا ان في هالمده القصيره انهيتوا المشروع وجهزتوه. الحمد لله وبفضله، لقد أنهينا هذا المشروع حسب المخطط والتصميم المتفق عليه. بإمكانكم أن تدخلوا وتروا ما تم. يلا توكل بسم الله. يا حياك. مهندس ما شاء الله، يعني أولا أشكركم على الشغل الطيب اللي قاعدين نشوفه الحين، صدمتونا الصراحة. كم سرير يكفي هالمكان؟ يتسع هذا المكان إلى 20 سريراً،
موزعين في غرفتين. ما شاء الله، أقول له كم سنة هو له خبرة في هذا المجال المقاولات؟ أعمل منذ 40 سنة في مجال الإنشاءات. بصالح هذا يبين لك إن قطر خيرية ما شاء الله، ما تعامل إلا مع ناس ذو خبرة، ولا إيش قولك أبو عبد الله؟ لا لا، المقاول أنا من دخلت أنا نفسي والله صراحة مستغرب والله إن هذا نفس المكان اللي نزرنا نسويه. يعني لا، وتوقعت ياخذ وقت ومدة طويلة، مدة زمنية طويلة يعني. وبالنسبة للسخانات شلون، هل في الأرض ولا في سخانات في مدفأة هني؟ لأن برد عندكم. هذا المبنى مربوط بشبكة التدفئة المركزية للمدينة، وقد قمنا بتوزيع المسخنات على الغرف لنأخذ جولة في المكان. زين، وصلت سيارة الأثاث الحين؟ على أساس إذا وصلت خلاص نيجي ونركب ونخلص. يلا خلينا نشوف إذا موجودة. وصلت برا ترى. السعادة. لقد أتيتم من بعيد وتعاملوننا كما تعاملون أمهاتكم بكل عطف ورحمة، وهذا يعني لنا الكثير، وكل من في الدار يدعو لكم بالتوفيق وأن يديم عليكم الخير. شكراً. وأنتوا أمهاتنا بعد، يعني كلكم أمهاتنا، إحنا ما تركنا أمهاتنا ولا تركنا عيالنا ولا تركنا أولادنا هناك، وجيناكم إلا لمساعدتكم والوقوف بجانبكم بسبب أهل الخير اللي خلونا نوصلكم هني، فهنيئا لكم إن شاء الله. إلا قول لي شلون بتنغلون المسنين؟ ما هي الآلية المقترحة لديكم؟ عندكم خطة لنغل المسنين؟ نحن الآن نتشاور مع المسنين في من سيأتون للعيش في هذه الدار. ربما سننقل المسنين الذين يرغبون بهدوء أكبر، وهناك اقتراح لنقل المسنين الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وهذا يعتمد على مشاوراتنا مع أمهاتنا وأبائنا المسنين. لكن أنت وعدتني بأن تختارون ناس معينين بيحضرون معنا الحفل اللي هو حفل دار المسنين. احنا قلنا لكم تختارون أشخاص معينين تجيبونهم لنا، هل اخترتوهم وهل بتكون على الوعد ولا لا؟ نعم، تم اختيارهم وإن شاء الله سنكون على الموعد. السلام عليكم يا الربع، تذكرون المبنى المسنين اللي صورناه لكم قبل؟ والله العظيم أنا مو مصدق إن أنا الحين فيه. شيء مرتب ضروري ضروري ترتبون أموركم وتيون تشوفونه، لأن صراحة مهما حاولت إن أنا أصور لكم أوصفه صدقني ما راح تحسون باللي أنا قاعد أحس الحين. بصراحة شدتني سرعة في الإنجاز، يعني هذا المشروع صار جاهز في أقل من أسبوعين؟ لا، والجميل في الموضوع إن في 20 شخص راح ينامون وهم مرتاحين ووضعهم أفضل من أول. لا، وأزيدكم الشعر بيت، لا مو 20، هم 40، لأن بس يجيبون 20 مسن من المكان المكتظ هناك في أول الدار إلى هنا راح يرتاح 20 الباقين. بصراحة قرار الشباب بأنهم يقومون على عمل هذه التوسعة فكرة عظيمة وراقية. نحن عاجزون عن شكركم، أنتم قدمتم لنا شيئا لم نكن نتخيل أنه سيتم، شكرا لكم. هذا وجه جديد من أوجه العمل الخيري للمحتاجين قامت به قطر الخيرية، وهو إضافة الأجنحة، إضافة الأقسام اللي تؤدي الدور التكاملي للمستشفى نفسه. فإن شاء الله سينظر في أمر كل هذا وسنجتهد لشرحه للمتبرعين عن طريق قطر الخيرية، وإن شاء الله كله بيتوفر لكم في القريب العاجل. مبادرة جميلة قام بها الشباب، مثل هذه الأجنحة اللي تضاف إلى المنشآت الخدمية توفر حلول لمشاكل التشغيل الكبيرة، وهي خيار مناسب عن تشييد مباني جديدة ذات تكاليف باهظة. الشباب انتهوا من آخر مشروع لهم قبل وصول الفريق الثاني، إنجازات كبيرة حققها على أرض الواقع في هذه الفترة. تنوع المشاريع أضاف خبرة كبيرة في ماهية العمل التنموي الخيري. موعدهم اليوم الفجر في المطار لاستقبال الفريق الثاني. قول إن شاء الله بس ما تأخر عليهم الطيارة، وقول إن شاء الله بس إنه يطلعون الشنط بسرعة،
لأن ترى وراهم قومة من صبح بكرة بدري إن شاء الله. مشينا عشان ما نتأخر. يلا بس صبر صبر خلنا ألبق أغراضي. جايب لهم مكسرات، جايب لهم لازم ينصدمون أنهم الساعة 7 لازم يكونون قاعدين ويقومون حق التصوير. يلا وصل الشباب إلى المطار، خبر جميل، راح يوصل مع الفريق اللي جاي 3 أشخاص يا ريت منهم. وهبطت الطيارة، وأول الواصلين ضيفنا الأستاذ حمد اليافعي المحامي المعروف، وسعود المضاحكة، وعبد الرحمن الشمري، وجفال راشد، والضيف الثاني علي المسلماني مذيع النشرة الرياضية في قناة الجزيرة، وعبد الله الغافري نجم الإعلام الاجتماعي هو ضيفنا الثالث، وآخر الواصلين الدكتور عبد الرحمن الحرمي. الحمد لله على السلامة يا الربع، نورتوا قرقيزة. ندري الرحلة كانت طويلة، وإحنا طبعا صدمنا مثلكم في أول جاية. أول شيء نقول لكم الله يكتب أجركم ويتقبل منكم يعني عنا هذه الرحلة، والهدف السامي طبعا هو الأعمال الخيرية والإنسانية اللي راح تشاركونا فيها. في منكم طبعا شاركوا في المواسم السابقة لسفر الخير، في منكم ضيوف شرف نورتونا فيه، إن شاء الله راح تكون تجربة ممتعة للي ما جربوا العمل الخيري والإنساني. ودائما مثل ما نقول إنه لذة العطاء أو لذة السعادة في العطاء، اللي إن شاء الله نعيش هذه التجربة المتميزة. من بكرة طبعا راح نبتدي تصوير، ما في راحة يعني، خلينا نقول ها من متى الساعة كم. لا الله يرحم والديك، تو الكلام حلو. تو الكلام حلو. انتهت الحلقة اليوم بوصول النجوم، ومن بكرة بدري رح يكون جدول أعمال الشباب مليان. الفريق الأول حضر زيارة مشتركة لفضيلة مفتي قرقيزية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإقامة مستشفى طبي كبير، وراح يختم الجميع يومهم بحفل الأيتام والمسنين. نلتقيكم غدا. نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير، نشارك بالأمان الغير. من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب. جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير. Oh,